سلام البنات والولاد، كما كتشوفوا هذا النهار فكره جديده. والفكره هذا النهار غادي نصوبوا سلم من هذا البيدون. غنحتاجوا بيدون، غنحتاجوا هاد الخيوط هادو. دابا نوريكم الطريقه كيفاش صوبتهم. هنا كتاخذوا الخيط في اللون اللي بغيتو. انا هنا استعملت الاحمر، جوج الالوان الاحمر والاصفر. المهم غادي الطريقه الاولى هو غادي نقبطوا هاد الخيوط على ثلاثه الضفيره العاديه، وغادي نبقاو نضفروا على هاد الشكل هذا حتى نحصلوا على ضفيره. هذه الطريقه الاولى، زعما راها معروفه، يعني غتقبطوا على ثلاثه وغتبقاو تضفروا حتى تحصلوا على ضفيره طويله. ومن بعد من يتسالى لكم الخيط غادي تزيدوا الخيط من التحت، وغادي تبقاو تضفروا حتى تحصلوا على واحد الحبل اللي هو طويل. هذه الطريقه الاولى، وكما كتشوفوا هذه الطريقه الثانيه. الطريقه الثانيه هو انكم غتقبطوا الكروشي. بالنسبه للبنات اللي كيعرفوا يخدموا بالكروشي، الطريقه عاوتاني حتى هي سهله. غتقبطوا الكروشي وغتبقاو تشكلوا الضفيره ديالكم بهذا الشكل اللي غتشوفوا معايا دابا. المهم هنايا انا بغيت غير نوريكم الطريقات بجوج، ومن بعد غادي ندوزوا للتطبيق ان شاء الله. هكذا كتبقاو تخدموا، طريقه سهله عاديه يعني حتى كتحصلوا على الضفيره. المهم هنايا عندي طرف ديال الثوب قصير غير بغيت نوريكم فيه. المهم تشوفوا الشكل النهائي كيفاش غادي يجي. المهم كتجي نفس الطريقه، غير هو تستعملوا الطريقه اللي كتجيكم مناسبه واللي كتجيكم اسهل. فحال تما ما كنتوش كتعرفوا بالكروشي ولا ما عندكمش، يعني تخدموا الطريقه اللي وريتكم في الاول، طريقه سهله. هانتوما البنات النتيجه نفس الحاجه هانتوما. ودابا غادي ندوزوا للتطبيق وفرجه ممتعه.